إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، خاصة الجرائم العابرة للحدود والماسة بالاقتصاد الوطني. تمكنت المصلحة المركزية للتحريات الجنائية بقيادة الدرك الوطني بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببرمولاد رايس من الإطاحة بشبكة دولية مختصة في تهريب السلع الأجنبية وإدخالها بطريقة غير شرعية إلى التراب الوطني. شبكة إجرامية تنشط على مستوى بلديتي الدار البيضاء والرويبة بالجزائر العاصمة، مختصة في تهريب سلع أجنبية الصنع متمثلة في هواتف نقالة ذكية وإدخالها عبر الحدود الشرقية للوطن. يقودها شخص من جنسية أجنبية مقيم بالجزائر. العملية أسفرت على توقيف 4 أشخاص متورطين، من بينهم 2 من جنسية أجنبية، وحجز 25,000 هاتف ذكي، 1,800 سماعة بلوتوث، 1,200 سماعة أذن، 350 ساعة ذكية، جهاز جي بي اس، 3 سيارات سياحية، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية. بعد استيفاء الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.